السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة مادة الرياضيات للصف الرابع الأساسي رشا أبو العطا من روضة ومدارس قرطاج الدولية. اليوم إن شاء الله سنكمل عن ما تم أخذه سابقا من درسنا التحويل بين وحدات قياس الطول. هلأ رابع بدي أحكي لكم القصة هاي. القصة عن العشرة والمية والألف. هذولا دايما لما يشوفوا الفاصلة العشرية في العدد بيحبوا يلعبوا معاها، وبتعاملوا يا حرام معاها إنها فاصلة، إنها عفوا كرة قدم. العشرة بس تشوف الفاصلة العشرية في العدد بتروح بتشوطها شلوط واحد، المية بس تشوفها كمان بتشوطها شلوطين، والألف بس تشوفها كمان بتشوطها ثلاث شلوات. يعني أنا عندي المسألة هاي 3.5 × 10 × 10. هسا العشرة بتشوف الفاصلة العشرية وبتستعمل إنها إيش؟ إنها كرة قدم، بتروح بتشوطها وبتبعثها لقدام الخمسة. الفاصلة العشرية وين صارت واقفة هلأ؟ قدام الخمسة، لأنه مين شاطتها؟ العشرة. والعشرة كم شلط بتشوط؟ شلط واحد، فبتنزل 3.5. هلأ يا حرام الفاصلة من كثر ما هي بريئة ما بتحب تشوط اللي جنبها فاضي، بتروح بتفتح خانة من عند جنبها الفاضي وبتحط يا حرام مين؟ صفر. طيب هلأ خلص، خلصت العشرة ركلتها، يعني ضربتها شلط واحد. هلأ الناتج هو 35.0. يعني أنا معاي 35 دينار ولا إشي، شو بيساوي؟ ممتاز، برافو عليكم، 35 دينار. فمثلا أنا عندي 6.3 ضرب 100، إجت 100 شافتها لمين؟ للفاصلة العشرية، بدها تتعامل معها على أساس إنها كرة. المية يا رابع بتشوط الفاصلة العشرية شلوط شلوط، يعني أنت لما تيجي تلعب كرة قدم عندك مرتين، بدك تشوط الكرة مرتين، بتشوطها أول شوطة بعدين بتروح تشوط الشوطة الثانية، صح؟ طيب المية هكذا تعمل، بتروح المية على الفاصلة العشرية بتشوطها الشلوط الأول وبتبعتها لوين؟ برافو عليكم، لقدام الثلاث. فشو بصير عنا العدد؟ بصير عنا 6.3، الكرة وقفت أو إنه الفاصلة العشرية وقفت بعد الثلاث. ومن كثر ما هي بريئة يا حرام ايش بتعمل؟ بتقولك انا ما بحب اشوف جنبي فاضي، فلازم افتح خانة واحط فيه صفر. طيب المية بتقول لها لا يا حبيبتي انا لسه ما خلصت، انا لسه عندي شوطة تانية. بتروح يا حرام برضه بتشوط الفاصل شلوط وبتبعتها لقدام الصفر، بنزل العدد 6.3 وبنزل الصفر، بعدين بتيجي مين؟ الفاصلة. والفاصلة يا حرام من كثر ما هي بريئة برضه تفتح جنبها خانة وبتحط صفر فيه. المية بتقولها خلص أنا خلصت، شطك شلطين، الشلوط الأول والشلوط الثاني. بعدين الناتج صار عندنا 630.0. يعني يا رابع أنا معي 630 دينار ولا إشي، شو يعني؟ برافو عليكم، 630 دينار. طيب رابع، طيب حسب المثال أنا عندي 7.9 × 1000. الألف سؤال، الألف كم شلطة تشوط؟ برافو عليكم، 3 شلوات. بدها تشوط شلوط أول، بعدين بدها تشوط شلوط ثاني، بعدين بدها تشوط الشلوط الثالث. طيب الألف مين بدها تشوف؟ برافو عليكم، الفاصلة العشرية. كيف تتعامل معها؟ ممتازين، تتعامل معها إنها كرة قدم. بتروح الألف على مين؟ على الفاصلة العشرية، بتقولها أنت عندي ياكي زي كرة القدم، بدي أشوطك لقدام التسعة، بدي أشوطك لوين؟ لقدام التسعة. بنزل 7 وبتنزل 9 وبعدين مين بتنزل؟ الفاصلة العشرية.
ويا حرام لأنه الفصل العشرية ما بتحب تشوف اللي جنبها فاضي، بتفتح خانة وبتحط مين فيه؟ الصفر. بتحط مين فيه؟ الصفر. طيب الألف بتحكي لها أنا لسه ما خلصت، أنا شطك شلوط واحد، بدي لسه أشوطك شلوط ثاني وشلوط ثالث. فيا حرام برضو نفس المبدأ، بتروح بتشوطها الشلوط الثاني وبتبعتها لوين؟ لقدام الصفر. فشو بتنزل عنا؟ بتنزل عنا 7 9، ماشي؟ بعدين بنزل عنا الصفر، بعدين يا حرام تنزل عنا الفاصلة، وبرضو لأنه الفاصلة ما بتحب اللي جنبها فاضي يكون، تفتح خانة جديدة وبتحط صفر. برضو الألف تحكي لها لا أنا ضل علي شلوط واحد، لازم إيه؟ لازم أشوطك إياه. فشو بتعمل؟ بتحكي لها تعالي، بتروح إيش؟ بتشوط هالشلوط الأخير وبتبعتها لوين؟ لقدام الصفر. فبتنزل 7 9 0 0 فاصلة وبتفتح خانة جديدة، إيش بدها تعمل فيها؟ إيش بدها تحط فيها؟ الصفر. تحكي لها يا ستي خلصتي؟ بتقولها آه خلصت، خلص شطت الشلوط الأول والشلوط الثاني والشلوط الثالث. فالناقش كان 7900 دينار ولا إشي. شو يعني؟ برافو عليكم، 7900 دينار. بس فهمنا شو القصة اللي بتصير عندنا في الرياضيات؟ إنه 10 بتشوط شلوط واحد، 100 بتشوط شلوطين، والألف بتشوط 3 شلاويط. لمين؟ للفاصلة العشرية، وإنهم بتعاملوا معاها على أساس إنها إيش؟ إنها كرة. طابي خلينا نشوف مع بعض هذا السؤال. السؤال هو إنه 79 عدد صحيح فاصلة 9 من 10 متر يساوي كم سنتيمتر؟ هلا إحنا متفقين من الحصة الماضية إنه من دون درجة تحويلات ما بنقدر يا رابع إنه نحل هاي الأسئلة. فأول إشي علينا إيش نعمل؟ برافو عليك، نرسم درجة تحويلات. رسمنا درجة تحويلات. هلا ثاني إشي بنروح نوقف وين؟ ممتاز، بروح أوقف عند 79.9 متر. وين بدنا نروح؟ بدنا نروح عند السنتيمتر. منروح لوين هلأ؟ لعند الدرج. نحكي له يا درج ساعدنا. بيحكي لنا قبل ما أساعدكم اتذكروا هالشغلتين عني، والشغلتين شو هما؟ برافو عليك، لما ننزل بدنا نضرب. والشغل الثاني انه كل درجة عنده بقديش؟ ب10. طيب هلا بحكي لنا تعالوا انتوا وين واقفين؟ نحكي له احنا واقفين عند المتر. بحكي لنا وين بدك تروحوا؟ بنحكي له احنا بدنا نروح عند السنتيمتر. طيب بحكي لنا شو بدك تعملوا؟ طيب رابع احنا شو بدنا نعمل عشان نروح من عند المتر للسنتيمتر؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل. وش يعني كلمة بدنا ننزل؟ برافو عليك، يعني بدي اضرب. طيب هلا باجي بسأل حالي كم درجة بدي انزل؟ بدي انزل درجة درجتين. كم بدي انزل من عند المتر لعند السنتيمتر؟ درجتين. طيب احنا حكينا الدرجة ب10، طب الدرجتين بكم؟ برافو عليك، ممتاز، الدرجتين ب100. طيب مين العدد اللي بدي اضربه ب100؟ ممتاز، اللي هو بكون واقف عنده هلا، اللي هي 79.9. تمام. هلا رابع صار عندنا 79.9 ضرب 100. طيب المية مين شافت هون حسب ما أخذنا؟ برافو عليك، المية شافت الفاصلة العشرية، ولما المية تشوف الفاصلة العشرية بتتعامل معها إنها كرة قدم. برافو، فبتروح المية ويا حرام بدها تشوط الفاصلة العشرية شلوط، وين بدها توديها؟ ممتاز، بدها توديها لقدام التسعة، بتقولها تعالي هون. إيش دي ينزل؟ دي ينزل 7 9، وأصلا الفاصلة انتقلت، بعدين ده تنزل التسعة، بعدين إيش دي ينزل؟ الفاصلة. طيب يا حرام الفاصلة من براءتها شو بدها تعمل؟ بدها تفتح خانة جديدة
وإيش بدها تحط فيها؟ الصفر. بتنطلها مين؟ المية. بتقولها لا أنا لسه ما خلصت، أنا شط شلط واحد هلأ بدي أشوط الشوطة الثانية. فشو بتعمل المية؟ بتروح بتشوط الفاصلة العشرية لقدام، برافو عليك، الصفر. فإيش بيصير هون؟ فاصلة عشرية. فبنزل العدد 7 9 9. هلأ مكان الفاصلة راح وهون إيش نحط؟ صفر. بعدين من ده تيجي عنا الفاصلة العشرية، صح؟ هلا يا حرام الفاصلة كمان شو بدها تعمل؟ بدها تفتح، بدها تفتح باب جديد وتحط فيه الصفر لأنه ما بتحب يكون اللي جنبها فاضي. بتحكي لها المية خلص أنا هيك خلصت، شطك الشلوط الأول وشطك الشلوط الثاني. طيب هلا اطلع عندي على الناتج، الناتج هو 7990 صحيح ولا إشي، تمام؟ يعني إحنا كم معانا؟ 7990 دينار ولا إشي. شو بيساوي؟ برافو عليك، 7990 دينار. هلأ رابع، راح أطلب منك تحل هذولا التمارين لحالك زي ما تعلمنا، ورح أطلب منك السؤال الثاني بفرع الثاني فرع جيم صفحة 38 من كتاب التمارين واجب. هلأ رابع، بدي أطلب منك إنك تفتح كتابك صفحة 39 لنحل السؤال اللي وارد فيه. هلأ قبل كل شي رابع بدي أحكي لك شغلة بتصير دائما بين وحدات القياس. وحدات قياس الطول بتغير من بعضها وبتكره بعضها كتير، تمام؟ يعني بيجي مثلا سنتيمتر بحكي لك أنا إذا كنت موجود في مسألة ما تخلي ولا وحدة معاي، خلص أنا سنتيمتر خلي سنتيمتر كل المسألة، والديسيمتر زيها والكيلومتر زيها والمليمتر زيها والمتر زيها. يعني ما بيحبوا يكونوا موجودات مع بعض في المسألة، لازم واحدة فيهم هي تكون الموجودة. ودائما إحنا يا رابع بنختار الوحدة الأصغر، يعني إذا كانت عندنا في المسألة مثلا ديسيمتر والمتر، تمام؟ بحول من متر لديسيمتر حتى أخلي الديسيمتر هي الموجودة بس، تمام؟ مرة ثانية الوحدات مع بعضها ما لازم تكون في المسألة الوحدة، بيكرهن بعض، تمام؟ وإذا خليتهم رح يكون حلق غلط، ماشي؟ هلأ رابع، خلينا نفتح مع بعض على السؤال الثالث صفحة 39. السؤال الثالث صفحة 39. ألف، طول قطعة خشبية 85 سنتيمتر وطول قطعة خشبية أخرى 620 مليمتر، ما مجموع طوليهما بوحدة المليمتر؟ هلأ إحنا فهمنا من السؤال إنه عندي قطعتين خشبيات، الأولى 85 سنتيمتر والثانية 620 مليمتر. لاحظ رابع إنه الأولى بالسنتيمتر وطول الثانية بقديش؟ بالمليمتر. إحنا حكينا واتفقنا إن الوحدات شو مالهم؟ بكرهوا بعض كثير كثير كثير، ما بيحبوا يجتمعوا مع بعض بنفس المسألة. فعلى هيك لازم أضطر أحول من الوحدة الكبيرة للوحدة الأصغر، تمام؟ لازم أضطر أحول من الوحدة الأكبر للوحدة الأصغر. هلأ مين أكبر، السنتيمتر ولا المليمتر؟ برافو عليك، السنتيمتر حسب درجنا. باجي بحكي له 85 سنتيمتر لشو بدي أحولها؟ لا مليمتر. بحكي 85 سنتيمتر يساوي كم مليمتر، تمام؟ هلا برضو اول اشي بنرسم الدرج، صح؟ برسم الدرج، عندي كيلومتر وعندي بترك درجتين بعدين متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. هلا احنا وين واقفين؟ واقفين عند السنتيمتر وبدنا نروح لوين؟ لعند المليمتر. باجي بحكي انا واقف عند السنتيمتر، وين بدي اروح؟ بدي اروح على المليمتر. طيب باجي بحكي شو عملنا؟ انزلنا، شين كلمة انزلنا؟
ممتاز، ضرب. كم درجة نزلنا؟ درجة واحدة، ودرجة الواحدة في الدرج كم؟ بعشرة. تمام، مين اللي بدي أضربها بعشرة؟ العدد اللي أنا واقف عنده هلأ اللي هو 85. طيب 85 ضرب عشرة بحط 85، وإيش بعمل؟ بنزل الصفر. إذا الناتج هو 850 مليمتر. إذا صار عندنا السؤال، طول القطعة الخشبية الأولى 850 مليمتر، وطول القطعة الخشبية الثانية 620 مليمتر. إذا صار عندنا الوحدة الأولى مليمتر والثانية وحدة مليمتر، بيحكوا لك أو بيسمحوا لك هلأ وحدات القياس إنك تحل هذا السؤال. فلو نرجع للسؤال، السؤال هو ما مجموع طوليهما بوحدة المليمتر؟ هلأ بمعنى كلمة مجموع، عادي بجمع الأولى مع الثانية، 850 زائد 620 وتساوي هلأ 0 زائد 0 0، 2 زائد 5 7، و6 زائد 8 وتساوي، برافو عليك، 14. إذن بيكون الناتج 1470 ملي. رابع، راح أطلب منك إنك تحل الفرع باء من السؤال الثالث صفحة 39، وخلينا نبلش مع بعض نحل السؤال الثاني. السؤال الثاني، أجد المسافة بين بيت حازم والمسجد بالأمتار اعتمادا على الشكل الآتي. لاحظ أنه عنا مدرسة وبيت لحازم ومسجد، تمام؟ بحكينا المدرسة، من المدرسة لبيت حازم تبعد 4 كيلومتر، وكمان عنا من المدرسة للمسجد 6500 متر، تمام؟ خلينا نتبع. أنا عندي مدرسة وعندي بيت حازم وعندي المسجد. حكالنا حازم لما بده يجي يروح لعند المدرسة، تمام، بده يقطع مسافة 4 كيلومتر، تمام، بده يقطع قديش مسافة؟ 4 كيلومتر. وحكالنا لما واحد مثلا ساكن عند المسجد وبده يروح على المدرسة رح يقطع مسافة 6500 متر. طيب كم المسافة رح تكون بين بيت حازم والمسجد؟ يعني لو حازم بده يروح على المسجد كم مسافة بده يقطع؟ أول إشي طلعوا يا ربع شو بعمل. أنا عندي مسافة 4 كيلومتر وعندي مسافة 6500 متر. إيش بتلاحظ؟ بتلاحظ إنه عندي واحدة بالكيلومتر وعندي واحدة بالمتر. شو مالهن؟ الوحدات ما بطيقين بعض، تمام؟ بيكرهوا بعض، ما بيحبوا يكونوا موجودات مع بعض في نفس السؤال. تيجي الكيلومتر بتقولها يا ستي أنا رح أتحول لمتر. فشو بصير؟ بيصير إنه 4 كيلومتر تساوي كم متر؟ احنا متفقين لازم نرسم الدرج، ولما نرسم الدرج ونحول عليه بيطلع معنا الجواب 4000 متر. اذا بحكي المسافة بين المسجد، عفوا بين بيت حازم والمدرسة 4000 متر. طيب صفة عندي يا خامس يا رابع عفوا، كم المسافة بين البيت والمسجد؟ طيب أنا لاحظ المسافة كاملة من المسجد للمدرسة معطيني إياها قديش؟ 6500 متر، ومعطيني المسافة بين المدرسة وبيت حازم 4000 متر. طيب هاي كم تساوي؟ هاي كم تساوي؟ شو بحكي؟ بحكي بما أنه معطيني المسافة الكبيرة ومعطيني المسافة الصغيرة وضل علي مسافة صغيرة، إذا لازم أطرح العدد الكبير من العدد الأصغر. شو بحكي؟ بحكي 6500 متر ناقص كم؟ 4000. وبلش أطرح 0 ناقص 0 0 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 0 5، و6 ناقص 4 2، تمام؟ إذا بعطيني الجواب
2500 متر، تمام؟ إذا يبعد بيت حازم عن المسجد 2500 متر. إلى هنا وتنتهي حصتنا لهذا اليوم، بأمل اللقاء معكم في فيديوهات جديدة. دمتم سالمين طلابي.